السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين القحطاني وين بتصريحات الهلال صنع التاريخ بعد بيع يعني سعود عبد يعني عبد الحميد، وين علق ياسر القحطاني نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، يعني اسمه قحطاني اسمه قاع يعرفوه دار تاريخ، يعني السابق على انتقال سعود عبد الحميد الظهير الايمن الى نادي روما الايطالي خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية، وين على بالك بلي هذه تعطي دفعة للشباب اللي راه طالع في السعودية احتراف، مبقاوش يلعبوا دوري فما كلش احتراف، فاقوا الناس فاقت التطور، يعني في الارجنتين بريزيل هادو الارجنتين بريزيل كي يشوفوا النجم طلع يديروا له ها هو تتعلم ابجديات كرة القدم وقوانين كرة القدم في اوروبا باش تلعب في ليكيب ناسيونال، بالتالي كاع وما هاك هو تلعب ومن بعد باش تلعب الاخر، هذه هي. وكان نادي روما الايطالي اعلن يوم تعاقده مع الدولي السعود امس مع السعود وكان نادي روما الايطالي اعلن امس تعاقده مع الدولي السعودي سعود عبد الحميد قادما من الهلال بعقد يعني لمده 4 سنوات بعد اجتياز اللاعب فحوصات طبيه امس يوم الاثنين، يعني وكتب قحطاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء اولويه دائما هلاليه في عهد التطور يعني والدعم لا محدود من قبل الملهم يعني سمو السيد ولي العهد للرياضيتين، وتابع حديثه الهلال يصنع التاريخ من خلال بيع عقد اول لاعب سعودي لنادي عالمي وصاحب التاريخ في احد اكبر الدوريات الخمسه في العالم. بصح بالنسبه لي اول يعني مفخره كبيره، هو بالنسبه لي مفخره كبيره. انا وعد العام هذاك فارس هذاك محمد امين فارس راح روما خرج سموه في طعوما كان يلعب تروا، يعني في طعو يحطموه في طعو لهنا يحطموه، خرج ولاد كاع روما كان والو، روما ما كان والو، لا مو من يعرف خير منا في ذاك الوقت كان يعرفوا والهيصر ولا يروحوا، لا روما ما كان والو، هو يطلع ما يلعبش طول ما يعيطوش ليك روما ما كان والو، روما اش كاين لاعب ما يلعبش كان يلعب في ليكيب ناسيونال، واللي يلعب في روما ما كان والو روما، هذه هي اللي وصلنا لها حنايا. وكتب قحطاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الاكس مساء يوم الثلاثاء اولويات دائما هلاليه في عهد التطور والدعم اللامحدود من قبل يعني سيد ولي العهد للرياضيتين، وتابع الحديث الهلال يصنع التاريخ من خلال بيع العقد الاول لاعب سعودي لنادي عالمي صاحب التاريخ في احد اكبر الدوريات الخمسه في العالم، واكمل النجم الهلال السابق سعود عبد الحميد الى روما الايطالي، نتمنى لك التوفيق والنجاح باذن الله، ونتمنى بان تعكس صوره اللاعب السعودي الموهوب والمحترف. كيفاش يعني وين الهام حاجه مليحه على بالكم، يعني حاجه مليحه دارها اللاعب. والجديد بالذكر ان سعود عبد الحميد سيرتدي قميص رقم 12 مع روما في الموسم المقبل، وعلما بان الصفقه كلفت خزائن الذئاب 2,500,000 يورو بجانب نصف مليون يورو كحوافز اضافيه، ثم كلش 3,500,000 كلش 3,500,000 ها ايوا كيما نقولوا حنايا الف مبروك اللعاب لعاب هذا، وين هذه هي وين لعاب يعني وين قدم العب وراح به توصيه، راح به توصيه من مانشيني على بالك، راح به توصيه من مانشيني، هذه هي خويا.
راح بتوصية بن مانشيني. استخدم الناس بأمن، تأمن بروحها، الإمكانيات كبار خويا. عرفتوا السعوديين راهم يجيبوا من أوروبا ويدفعوا أولادهم يلعبوا في أوروبا. ها الناس اللي تخدم يجيبوا من أوروبا ويدفعوا أولادهم يلعبوا في أوروبا. يجيبوا من اوروبا نورمال خويا ويدفعوا ولادهم يروحوا لاوروبا. بصح يلعب، راني نشوف لقطات تاعو والله. لا شيخ، شيخ في السعوديه يلعب، نشوف لقطات والله لا يلعب خويا ويزيد يتطور. عنده 25 عام يزيد فيني كيطرطق. هذا ماشيني هو اللي ضمنه. ماشيني هو اللي ضمنه. عنده غير 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 عنده الدخلة تاوعه. روح 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 أوه عنده نزعة هجومية ودعمي، عنده نزعة هجومية ولفانيك. شيخ شيخ ولعاب خويا الله ينجحه. الله ينجحها برك، الله ينجحو كل عابي قال عابي. خدام خدام ضمنه على بالك، ضمنه اخر مانشيني هو اللي ضمنه. قال لك بيه توصيه، قال لك بيه توصيه. والو والله ما يدور. ولعب شيخ كبير.
ما تنساوش عطونا شي كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتكم.